ننتقل بعد ذلك للويف روبرتس اوف لايت او الخصائص الموجيه للضوء. مقدمه كده عامه بعض النظريات اللي اتكلمت لي على الضوء اللي هي الماكسويلز الكترومغنيتيك ويف ثيوري. Despite the great success of Maxwell's electromagnetic wave theory and the predicting many phenomena involving light, نجحت في التنبؤ بظواهر عديدة مرتبطة بالضوء، لكن it failed to describe correctly some processes in which light is absorbed or emitted by matter. فشلت في تفسير بعض الظواهر الخاصة بامتصاص وإشعاع الضوء بواسطة المطر أو المادة. The modern quantum theory developed early in the 20th century states that light is composed of quanta or photon. نظرية الكم الحديثة افترضت ان الضوء او نصت على ان الضوء بيتكون من كوانتا او فوتونات. ما هي الفوتونات؟ These are little packets or bundles of light waves. عبارة عن حزم من الموجات الضوئية. H with an energy proportional to the frequency. طاقة الفوتون بيتناسب طردي مع تردد الفوتون. Photons have a particle-like aspects. له خصائص جسيمية. The index of refraction أو معامل الانكسار. ما هو معامل الانكسار؟ Electromagnetic waves of any frequency travel in a vacuum with the same velocity. سرعة كل الموجات الكهرومغناطيسية واللي منها الضوء المرئي مقدار ثابت في الفراغ اللي هو 3×10^8 متر بير سكند. In the material medium طبعا السرعة بتختلف وبنرمز لها بالرمز V. C هنا لسرعة الضوء في الفراغ. The velocity V depends on the frequency of the wave. تعتمد على تردد الموجة. But it is never greater than the velocity C. لا تكون أبدا بأي حال من الأحوال أكبر من سرعة الضوء في الفراغ. طيب إيه بقى هو الـ index of refraction؟ النسبة ما بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في المادة، ده بنسميه معامل الانكسار للوسط أو المادة اللي بينتقل فيها الضوء. عشان كده معامل الانكسار للهواء هيساوي كام؟ C على C. إذن معامل الانكسار للهواء أو للفراغ واحد. The refractive index varies somewhat with the frequency. In a typical material the variation is 1 or 2% within the visible spectrum. The frequency of light wave is determined by its source and is unaffected by the medium. استنتاج العلاقة دي بسيطة قوي. احنا قلنا في بداية الشابتر ان ال V بتساوي ال F في اللامدا، ولسه قايلين الوقت ان معامل الانكسار بيساوي C على ال V. يبقى اقدر اقول ان ال V بيساوي C على ال N. اذا المعادلة الاولى لو سويتها بالمعادلة الاخيرة، ال F على اللامدا هيساوي C على ال N. والقانون ده مهم وبنستخدمه في حل تمارين كتير. وممكن استنتج علاقة أخرى للـ N. الـ Index of Refraction هيساوي C by الـ F في اللامدا. The wavelengths change when the Index of Refraction changes. يقول لي إن الطول الموجي بيتغير لو الـ Index of Refraction اتغير. أكيد. If a beam of light goes from a medium with Index N1 لوسط آخر of Index N2. Then بالنسبة للوسط الأول الـ F في لامدا 1 هتساوي الـ C على الـ N1. بالنسبة للوسط الثاني الـ F في لامدا 2 هتساوي الـ C على الـ N2. لو قسمت المعادلة الثانية على المعادلة الأولى، إذن لامدا 2 على لامدا 1 لأن الـ F اقتصر مع الـ F، تردد ثابت لا يتغير، هتساوي 1 على N2 الـ C اقتصرها مع الـ C على 1 على N1. مقام المقام بسط تصبح N1 by N2. وهذا يعني this means that the wavelength is smaller in the optically denser medium. إن الـ wavelength بيقل مع الـ medium اللي لها معامل انكسار كبير أو الـ denser. مثال بسيط على الـ index of refraction. Green light with a wavelength of 5×10^7 متر in a vacuum enters a glass plate with refractive index. يبقى أعطيني معامل الانكسار للزجاج وسرعة أو الطول الموجي آسف للضوء في الفراغ. احسب what is the velocity of the light in the glass. سرعة الضوء في الجلاس. What is the wavelength of the light in the glass. والطول الموجي في الجلاس. يبقى مطلوب مني أحسب جزئين. المطلوب الأول بسيط. الـ N بتساوي C على الـ V
إذن الـ V هتساوي الـ C على الـ N، يبقى سرعة الضوء في الجلاس هتساوي سرعة الضوء في الفراغ على معامل الانكسار للزجاج، وحسبت سرعة الضوء في الزجاج، وطبعا واضح انها اقل من 3 × 10^8. عشان احسب الطول الموجي في الزجاج اللي هو لامدا 2، بستخدم العلاقة لامدا 1 على لامدا 2 هتساوي ان 2 على ال ان 1. اجيب لامدا 2 في طرف لحالها، يبقى لامدا 1 في ان 1 على ال ان 2. لامدا 1 موجودة عطاني ال ان 1 للفراغ لسه قايلينها 1، ال ان 2 للزجاج عطيهوني، طلعت الطول الموجي للضوء في الجلاس.